السلام عليكم الحضور الكريم. أتقدم أولا بالشكر للسيد رئيس الجلسة السيد الأستاذ عبد القادر مولود، والشكر موصول أيضا للسيد العميد على دعمه الدائم لهذه الشعبة ولباقي الشعب في كليتنا العتيدة، وأيضا لرئيس المختبر على جهده المشهود له، لأنه هو الذي أسس هذا المختبر وحتم على انضمام للمختبر. أولا أقدم نفسي، أنا الأستاذ ناصح الدوام، أنتمي لشعبة اللغة الإيطالية التي أسست سنة 2011 بكليتنا. ربما كان حري بنا أن نؤسس هذه الشعبة فورا وصلنا إلى الديار المغربية من إيطاليا في 1994، ولكن القدر شاء أن تؤسس هذه الشعبة في 2011، فكانت بمثابة عقل في كليتنا. أما الآن الحمد لله فلدينا رغبة كبيرة للعمل مع باقي الشعب، منها الشعب باللغة العربية، دراسة الإسلامية، الإسبانية، الإنجليزية، الفرنسية، بحيث أن كما تعرفون أن اللغة الإيطالية هي لغة أساسية للبحر الأبيض المتوسط. لا يمكن دراسة البحر الأبيض المتوسط بتاريخه وثقافاته وآدابه وتراثه دون المرور على بلد اسمه إيطاليا. وحتى القانون الذي كان يسري على البحر الأبيض كان قانون إيطالي، ريكس روماني، وأيضا القانون الحالي لأوروبا كله مبني على القانون الإيطالي، وأيضا الهندسة. وكما تعلمون أن الحركة النهضة في أوروبا قامت على كل من أسسوا لها، وهم كلهم مفكرون إيطاليون، من بينهم ليوناردو دافنشي، ميكيلانجلو، غاليليو غاليلي، ماكيافيلي، وكثير من المفكرين الذين ساهموا في الدفع بالإنسانية. أظن أن التحاقنا بهذا المختبر سيكون نقطة إيجابية. لماذا؟ لأننا نعلم أن مؤخرا الحركات اليمينية المتطرفة هي تقوم بهجمات شرسة ضد الإسلام، وخاصة في فرنسا، بريطانيا، إسبانيا وإيطاليا، شيء ما ألمانيا، البرتغال، ولكن الدول التي نرى فيها حدة ضد الإسلام هي إيطاليا. هناك حزب يميني يسمى بالرابطة الشمالية لليغا نورد، وهناك حزب في إسبانيا، وأحزاب كثيرة في فرنسا تعادي الإسلام. ونحن بحكم أننا نتقن اللغة الإيطالية وأيضا الإسبانية ونفهم البرتغالية، نريد أن نكون جسرا لهؤلاء الناس من المهاجرين الذين يعانون الأمرين في هذه البلدان، ونقرب المفكرين. حاليا شهدنا أن هناك موجة من المفكرين الإيطاليين والإسبان الذين يميلون إلى دراسة الإسلام بطريقة مختلفة عن الاستشراق القديم. هناك انفتاح، هناك تقارب، فهذه أظن أنها نقطة إيجابية بالنسبة لنا أن نترجم في هذا الفريق الذي هو فريق العلوم الإسلامية والإنسانية وقضايا الترجمة. أولا هو عنوان عريض، فعلا العلوم الإسلامية لا يمكن أن نحدها، والعلوم الإنسانية أيضا، ولكن قضايا الترجمة هذا سيكون إسهاما منا أن كل ما كتب عن الإسلام يمكن ترجمته إلى اللغة الإيطالية واللغة الإسبانية، وتقريب هذين الشعبين الذين هما شعبين لاتينيين لهم دور كبير في أوروبا، تقريبهم إلى الإسلام، الإسلام الحقيقي، الإسلام المعتدل، الإسلام الحضاري كما قال ذلك الأساتذة الكرام.
أيضا نريد أن نقدم للمغاربة ما يقوم به الإيطاليون والإسبان من كتب تساند الإسلام. هناك مؤخرا تعرفت على أستاذ في إيطاليا هو فيلسوف قام بكتابة على الأقل 50 كتابا عن الإسلام من المغرب إلى مصر، وقمنا بترجمة كتاب له مؤخرا صدر عن دار فضاعة النشر الأردنية يسمى ماضي العالم العربي ومستقبل من خلال مقدمة ابن خلدون، ويحاجج فلاسفتنا منهم العروي والجابري والحبابي والشدادي، وكتاب قيم يعطي فيه نظرة يقول بأن يجب علينا كعرب أن نرجع إلى تقاليدنا وإلى تاريخنا من خلال المقدمة من خلال ابن خلدون كدارس لعلم اجتماع وكدارس للحضارة العربية. هناك كثير من 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 المفكرين الإيطاليين الذين يناصرون القضية الفلسطينية مثلا، يناصرون قضية وجود الأجانب من الأصول الإسلامية كالباكستانيين والمصريين والمغاربة والجزائريين في إيطاليا. وهناك أيضا من المفكرين الإسبان الذين يقولون بأن المسلمين لم يغزوا، لم تكن هناك فتوحات، بل كان هناك وجود عربي قبل دخول المسلمين إلى إسبانيا. هذه هي ربما سأكون مقتضبا في هذه المسألة، أن هذا الفريق الذي تكون من الأستاذ عبد الضعيف ناصح رضوان والأستاذ مصير الجسا، الأستاذ عبد القادر مولود والأستاذ دينا الغماري وأساتذة ملحقين من طرف من شعب أخرى كأستاذ حسن بوتاك الحاضر معنا الذي له باع كبير في الترجمة، والأستاذ مولاي صديق المالكي والأستاذ فوزية المخنطر، سنعطي صورة مشرفة لكليتنا وننقل كل ما كتب في هذا المختبر، لأننا سأقوم بإنتاج مؤلفات ومقالات حول الإسلام سنترجمها إن شاء الله للغة الإيطالية، ونقوم بذلك ساهمنا في نشر معارف الإسلام. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا الأخ والصديق والزميل أستاذ ناصح رضوان الذي يجسد هذا مبدأ الانفتاح على الآخر. في الحقيقة أنا سررت كثيرا بتسييري لهذه الجلسة، ولا أخفيكم سرا أن أول جلسة أسيرا خارج إطار الشعب التي أنتمي إليها. أتمنى أن أكون وفقت في هذه العملية، وأستغل الفرصة لأشكر السادة الأفاضل الدكاترة الذين شاركوا في هذه الجلسة باستعراض الخطوط العريضة للمشاريع وللفرق التي يرأسونها، وأشكر الحضور الكريم على سعة صدري الأساتذة والطلبة الأعزاء، وأخبركم أننا سوف نرفع الجلسة لمدة نصف ساعة حتى نستريح بعض الشيء وحتى نستعد للاستمتاع بالمحاضرة التي سوف يلقيها فضيلة الدكتور العلامة سي مصطفى بن حمزة في موضوع إسهام الإسلام في حماية الإنسان. شكرا جزيلا على سعة صدركم، وإلى لقاء قريب بعد نصف ساعة إن شاء الله.